كنا عايزين بس نعرف من حضرتك خطة الجهاز في تسليم الوحدات السكنية، خاصة انكم انتوا اعلنتوا عن بدء تسليم اول وحدات سكنية. عايزين بس نعرف انتوا هتسلموا الناس ازاي، والناس هتبدأ تيجي تستلم وحداتها امتى، وهل الحي جاهز للسكن، يعني في مية وكهرباء وكل الخدمات ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية بنرحب بيكم في العاصمة الإدارية الجديدة. ثانيا طبعا احنا بدأنا تسليم لما اكتملت المرافق. تمام. احنا مرافقنا كلها مكتملة الحمد لله في الحي السكني، خاصة في المجاورة الأولى والثانية والثامنة اللي فيهم الطرح الأولاني للإسكان. احنا كنا طرحين 2000 وحدة، أعتقد في 1600 وشوية تم حجز الشقق اليوم، وبالتالي من حقهم يستلموا دلوقتي بداية من شهر 1. احنا بدأنا من يوم 3/1 وحتى شهر 5، يعني نقول على 30/6 يبقى مكتمل، كل الناس استلمت. حتى لو حد متخلف وهو كان مثلا مسافر او حاجه وراجع، ليه وقت للتخلف للمتخلفين، يعني بمعنى ان احنا ممكن على 30/6 ان شاء الله تجد حياه كامله في المجاورتين دول. جميع الخدمات موجوده، ميه، صرف، ري، زي ما انت بتقول كله جاهز متكامل. حتى الخدمات احنا بدانا نزلنا بعض المحلات مزاد واتباعت، وتفتح في خلال 4 شهور، يعني في بعد 4 اشهر من تاريخ المزاد اللي هو كان في شهر 29/12، يعني من اول واحد يعتبر، يعني على شهر 4 نهايه 4 يبقى في محلات فاتحه، صيدليه، سوبر ماركت، مخابز، هيبقى فيها حياه في العاصمه الاداريه. اجراءات التسليم بتتم ازاي؟ بتتم عن طريق ان هو بيروح يتعاقد مع البنك، بيكمل مستحقاته، في دفعه مستحقه طبقا لخرسه التعاقد، بيروح يسددها في البنك مع الوديعه، مع الشيكات الاجله اللي حسب ما هو عايز، هيقسط على 3 سنين ولا هيقسط على 5 ولا هيكيش ولا هيقسط على 7، كل ده متاح طبقا ليه. بيخلص مع البنك، البنك بيديله جواب، بيجي لجهاز المدينه هنا اهو، في جهاز المدينه بنطلعه على طول، بيستلم مع الشقه بتاعته من الشركه المنفذه في وجود مندوب من الجهاز، عشان طبعا احنا بنبقى مخليين اللمسه الاخيره لما يجي الساكن، فهو ماكسيمم بيقول له اسبوع تعالى استلم شقتك. تمام. في حد استلم وحدته، يعني في محضر استلام تم توقيعها؟ في تم توقيعها. تمام. طب الشقه بيكون فيها عداد ميه وكهرباء ولا هو لا؟ هو بياخد جواب من جهاز العاصمه الاداريه لشركه العاصمه. انت عارف ان هنا منظومه العدادات الذكيه. تمام. منظومه العدادات الذكيه اللي بيتعاقد عليها واللي بيجيبها شركه العاصمه الاداريه. مش جهاز العاصمه الاداريه. تمام. احنا عاملين المنظومه كبنيه تحتيه، يعني هي جاهز انه يركب العداد الذكي ده في شقته، سواء ميه او كهرباء او غاز، فبياخد مننا امر محضر الاستلام. بناء على محضر الاستلام ده بيتوجه لشركه العاصمه يتعاقد على العداد، وهم بنفسهم بيبعتوا الفنيين اللي بيركبوا العدادات دي هنا، لان الكلام ده مرتبط بوحده تحكم، بمبنى تحكم اللي هو بيقيس فيه بقى يبعت لك بقى على فاتوره على الموبايل والكلام ده، ويقيس معدلات الاستهلاك يعني. طب بالنسبه لكورونا انتوا نظمتوها ازاي عشان ما يكونش في تزاحم على الجهاز؟ كيف تم تنظيم الموضوع ده؟ اتقسمت بحيث ما يزيدش عن 15 20 واحد في اليوم يجوا الجهاز، يعني عشان كده وجهاز. عشان كده المده طويله من 12 لواحد، عشان ما يحصلش تكدس وما يحصلش الزحام ودي كورونا وغير كورونا كمان، يعني حتى لو مش كورونا، عشان امكانيه البنك انه يتعامل معاك بهدوء، وان اي استفسارات ليك يترد عليها سواء من الجهاز او سواء من البنك، وان احنا نقدر نسلم الناس في سلاسه وما يبقاش في مشاكل، يعني يبقى كل واحد 20 يوم 20 واحد في اليوم كويس قوي. طب كنا عايزين نعرف تكلفه الاستثمارات الحي السكني كام، وبيتضمن كام وحده، وعلى خلال قد ايه خطه الجهاز، خلال قد ايه يكون الحي السكني بالكامل مكتمل؟ هيئه المجتمعات العمرانيه ليها بعض المشاريع هنا في العاصمه الاداريه، من ضمنها الحي السكن الثالث. احنا استثمارات شغلنا، يعني اوامر اسناد الصادره بالعمل المكلف به هيئه المجتمعات العمرانيه حتى تاريخه 167 مليار، وهنوصل ل 220 مليار في خلال السنه دي. 220 مليار ده استثمارات. في الحي السكني ولا في ال بقول شغل هيئه المجتمعات العمرانيه اللي هو ايه؟ حي السكن الثالث، حي السكن الخامس، المرافق ال 40,000 فدان بالكامل. تمام. ترفيقهم ما عدا الغاز والاتصالات. تمام. كمان معانا السي بي دي، منطقه الابراج والنهر الاخضر. تمام. فدول الخمس مشاريع اللي معانا اللي احنا بنقول عليهم هيوصلوا ل 220 مليار استثمارات. احنا مصرفين حاليا حوالي انفاق حوالي 70 مليار. 70 مليار في الاربع سنين اللي فاتت دول. تمام. بنتكلم بقى على الحي السكن الثالث. الحي السكن الثالث ده على 1100 فدان، 1100 فدان دول فيهم حوالي 24,000 وحده سكنيه، 8 مجاورات، في اسكان بتتراوح مساحاته من 110 الى 180 متر مسطح،
مساحات مختلفة يعني تناسب كل الفئات. أسعارنا احنا بعنا أول طرح كان ب 11 وشوية، دلوقتي بقى 12600 آخر طرح. تمام. آخر حاجة سيتي ايدج بتسوق لنا كمان مجموعة من العمارات وداخلة تحت مبادرة البنك المركزي كمان. تمام. انتوا هتطرحوا وحدات جديدة الفترة الجاية؟ ما انا بقول حق سيتي ايدج بتسوق اوريدي دلوقتي حاليا. حاليا؟ مجاورة الستة والمجاورة التالتة. احنا هنا كنا طرحين في الأولى والتامنة. تمام. دلوقتي الستة والتالتة كمان خلصوا، فسيتي ايدج بتسوق فيهم حاليا. تمام. يعني ممكن العميل يتوجه الى سيتي ايدج وبيسوق زيه زي الاونلاين عادي، هيروح هناك وهينقي وحدته بنفسه ويعرف المقدمة قد ايه، وان شاء الله داخله تحت مبادرة البنك المركزي اللي هي على 20 سنة. يعني نقدر نقول ان هو الجهاز العاصمه واحد فاوفى، فبالنسبه انه قال لك 2021 هيكون عام تسليم الوحدات في العاصمه الاداريه ان شاء الله. احنا بدانا نسلم اهوت، وان شاء الله كمان احنا ننهي الحي بالكامل ده على نهايه هذا العام بالكامل. ال 24000 ينتهوا بالكامل على نهايه هذا العام ان شاء الله. نهايه ايه بس؟ نهايه عام 21 التسليم ولا نهايه؟ لا بتكلم نهايه اعمال متفنش متخلص متفنش يعني ال 24000 وحده سكنيه. انت مش هتبيع ال 24000 وحده في سنة. سنه يعني؟ أكيد لا طبعا هتنزل على مراحل. تمام. شكرا جدا يا باشمهندس. عفوا.